المعارك العنيفة تتواصل في حي الشجاعية، والمدنيون يكتوون بنار الحرب وحرارة الصيف. بعد الحديث الإسرائيلي عن تسليم غزة لقوات مشتركة، الرئاسة الفلسطينية تؤكد عدم شرعية أي وجود أجنبي، ومصر تنفي إبرام تفاهمات حول غزة أو معابرها. عشرة أيام قبل انتهاء حرب غزة بصورتها الحالية وفق الإعلام الإسرائيلي، وبعدها يبدأ التركيز على تسوية جبهة لبنان. أسبوع أمام التيارات السياسية الفرنسية لوقف اكتساح أقصى اليمين لمقاعد البرلمان بعد جولة أولى من الانتخابات التي قضت على أحلام الرئيس ماكرون. صباحكم بكل خير مشاهدينا، هذه روناك عادل تحييكم وترحب بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث التي نبدأها من التطورات في غزة، حيث أودى قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة بحياة عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا حي الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح جنوب القطاع. كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف منطقتي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة وسط القطاع، مشيرة إلى أن المعارك محتدمة في حي الشجاعية والتي عادت إليها قوات الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في ظل معاناة متفاقمة للمدنيين الذين باتوا تحت القصف في بيوت مدمرة أو خيام لا تقيهم من حرارة الصيف الشديدة والتي ضاعفت من انتشار الحشرات وتفشي الأمراض، لا سيما مع انعدام المياه الصالحة للشرب. صعبة جدا، مفيش مكان نقعد فيه، يعني الحمد لله رب العالمين. المية بندور عليها دور ما نلاقيهاش، وكل حاجة بصعوبة، يعني صعب جدا ان نلاقينا قالون مية. فغادرنا بيتنا واجينا لهذه المنطقة. هذه المنطقة حتى ان فترة من ندور على مية نشرب منها مية يعني حلوة او بقول احنا مفنطرة، ما لقيناش في كل المكان الا هذه السيارة. ومتابعة للأوضاع في قطاع في الشجاعية تحديدا من مدينة غزة، ينضم إلينا مراسل حدث خضر الزعنون. صباح الخير خضر، إليك الكلمة. صباح الخير روناك، يعني الكلمة هنا في الميدان، حيث الوضع في حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة، هذا الحي الذي يتعرض لعملية توغل إسرائيلي لليوم الخامس على التوالي وسط عمليات قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا من مدفعية ودبابات الجيش الإسرائيلي التي تحاصر هذا الحي من الجهات الأربعة، وهناك أيضا أعداد كبيرة من المواطنين داخل بيوتهم محاصرون بفعل استمرار القصف الإسرائيلي، وأطلقوا مناشدات للكل خاصة للمنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي بأن يتدخلوا لإنقاذ حياتهم وإخراجهم من هذا الحي بسبب عدم توفر أولا يعني مواد
الأساسية وطعام وشراب لهم، وأيضا استمرار القصف الإسرائيلي الذي يعرض حياتهم للخطر. منذ ساعات فجر هذا اليوم هناك كان هناك سلسلة من الغارات على مناطق مختلفة في هذا الحي، خاصة في شارع المنصورة وشارع بغداد وأيضا منطقة التركمان التي تقع في المنطقة الجنوبية من هذا الحي، وأيضا يسمع دوي انفجارات وإطلاق نار كثيف. هذا أيضا ناجم عن اشتباكات واحتدام المعارك بين المقاومين الفلسطينيين، خاصة من كتائب القسام وصلاة القدس وأيضا الجيش الإسرائيلي، حيث نشاهد ألسنة الدخان تتصاعد من هذا الحي. أيضا هناك مناشدات من قبل الدفاع المدني لضرورة وتسهيل مهمته للتوجه إلى هذا الحي الضحايا وأيضا المصابين، حيث يتعذر على طواقم الدفاع المدني وأيضا رجال الإسرائيل من الوصول إلى هذا الحي بسبب استمرار هذا القصف وأيضا إطلاق النار خاصة من طائرة مسيرة إسرائيلية والتي تطلق النار صوب أي مواطن يتحرك سواء في أزقة أو شوارع حي الشجاعية الذي يقع في المنطقة الشرقية من مدينة غزة. أيضا في المناطق المجاورة هناك خاصة حي الزيتون لحي الشجاعية، تعرض هذا الحي منذ ساعات صباح هذا اليوم على الأقل 4 شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدفت منازل للمواطنين، وأدى ذلك إلى وقوع ضحايا ومصابين، وتم نقل يعني غالبية الضحايا والمصابين إلى مستشفى المعمد هنا في مدينة غزة. ولكن في المناطق الأخرى وخاصة في وسط القطاع المدفعي، خاصة لا. من محور نكسريم طالة مخيم النصيرات وتحديدا المنطقة الشمالية الغربية من هذا المخيم، مخيم النصيرات، وأيضا الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية وتحديدا في مدينة رفح قام بقصف مربع سكني في منطقة الشاكوش التي تقع إلى الشمال الغرب من مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أيضا الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم هناك قام بإطلاق سراح 55 معتقلا من معتقلي قطاع غزة عبر حاجز كوسوفيم الذي يقع في المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع. من بين المعتقلين الذين أفرج عنهم الجيش الإسرائيلي محمد أبو سلمية، الطبيب محمد أبو سلمية، وهو مدير مجمع الشفاء الطبي بعيدة دام أكثر من 6 أشهر. نعم روناك، من أفرج عنهم الجيش الإسرائيلي أيضا تعرضوا للتنكيل والتعذيب كما يحصل دائما خضر؟ فعلا يعني المواطنون الذين تم إطلاق سراحهم من عبر حاجز كيسوفيم هم تعرضوا فعلا طوال مدة اعتقالهم، كانوا يعيشون ظروفا قاسية جدا إذ غالبيتهم كان مكبل اليدين ومعصوب العينين ومكبل أيضا القدمين، وأيضا ظاهرة عليهم علامات التعذيب وأيضا الإرهاق والتعب، وأيضا غالبيتهم يعني شكلهم نحيف جدا نتيجة عدم يعني إطعامهم أو عدم تلقيهم للطعام. محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي الذي كان من بين الذين أفرج عنهم صباح هذا اليوم هناك، يعني قال في تصريح مقتضب والتعب بادي عليه إن وضع السجون مأساوي وصعب جدا، قال إنه يجب أن يكون هناك كلمة حاسمة للمقاومة الفلسطينية وأيضا للشعوب العربية من أجل حرية الأسرى الفلسطينية. طيب إلى أي مدى انتشار الحشرات كما يصلنا من أخبار خضر أدى إلى انتشار أمراض أكثر بين الغزيين؟ نعم، نتيجة ارتفاع الحرارة ونحن الآن في فصل الصيف والمواطنون خاصة غالبيتهم هم من النازحين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة ويعيشون في خيام لا تصلح للعيش الآدمي، وهناك تسريب لمياه الصرف الصحي وأيضا تسريب للمياه التي يعني تصل إلى الخيام، ونتيجة أيضا تكدس النفايات المنتشرة بين هذه الخيام وأيضا بين منازل المواطنين في مختلف مناطق قطاع غزة، باتت الأمراض يعني تنتشر في صفوف خاصة الأطفال الذين يعني يعانون من عدم توفر المناعة لديهم بسبب عدم تلقي الأمصال والتطعيمات وعدم توفر الأدوية المناسبة، وهم يعيشون في ظروف صحية صعبة. أيضا هنا الذي كانت أطلقت بالأمس نداء للمنظمات الدولية بأن يكون هناك يعني إدخال للآليات التي تتعلق بالنظافة وجمع النفايات، حيث أن النفايات هي منتشرة والقمامة منتشرت بين الأزقة وبين بيوت المواطنين، وقال بلدية غزة تقول إنه هناك تسريب مادة
كثيرة جدا من عصارة هذه النفايات وتتسبب أمراضا كارثية للمواطنين، وأيضا وصحة غير صحة وغير بيئة هنا في مختلف المناطق في القطاع. شكرا جزيلا من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزهنون، شكرا لك. قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين إن خطط اليوم التالي للحرب في غزة باتت جاهزة وتنتظر الموافقة عليها. وفي غضون ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى الإعلان عن نهاية الحرب بصورتها الحالية خلال 10 أيام، مضيفة أن الجيش سينتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب وتبدأ المفاوضات من أجل التسوية على الحدود الشمالية مع لبنان. كما تحدث مسؤول إسرائيلي للقناة مشيرا إلى أن الحرب لن تنتهي وسيبقى الجيش الإسرائيلي قادرا على التحرك حيثما توجد معلومات استخباراتية عن نشاط حماس. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة تقييم في مقر قيادة المنطقة الجنوبية للجيش أن الإعلان عن نهاية عملية رفح جنوب قطاع غزة سيكون خلال أيام قليلة. وردا على ذلك هدد وزير الأمن القومي إتمار بن كفير بالاستقالة إذا توقفت الحرب في غزة. أما وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت فأشار إلى أن الجيش وصل لأماكن لم يكن يحلم بالوصول إليها في أعماق غزة، مضيفا أن حماس أنهكت وباتت غير قادرة على التعافي. القتال في رفح يمثل أمرا مهما للغاية، فنحن في الواقع نغلق المجال الجوي لحماس معبر رفح والأنفاق، والنتيجة هي أنه ليس لديهم مكان لجلب التعزيزات، إن روحهم القتالية تتحطم والوقت ليس في صالحهم، خلافا لقصص بعض الأشخاص الموجودين في الأنفاق وهم يصرخون لمن هم في فندق بقطر. نحن في كل مكان، حماس تتآكل، ندمر الأنفاق للوصول إلى أماكن لم نحلم أبدا بالوصول إليها. بعد الدعوات الإسرائيلية لتسليم قطاع غزة لقوات دولية في اليوم التالي للحرب، أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن أي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية سيكون بلا شرعية، وأن الشعب الفلسطيني هو فقط الذي يقرر من يحكمه. كما استنكر أبو ردينة الاستيطان الإسرائيلي وسياسات التهجير التي تحاول إسرائيل تنفيذها على الأرض، مشددا على أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أو تسمح بأي وجود أجنبي سواء في الضفة أو قطاع غزة. من جانب آخر، أكد مصدر مصري أمني رفيع المستوى تمسك القاهرة بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح، وشدد على رفض مصر دخول أي قوات لها إلى داخل قطاع غزة، نافيا عدم وجود أي مباحثات لإشراف إسرائيل على منفذ رفح. كما نفى المصدر المصري أي موافقة مصرية على نقل منفذ رفح قرب معبر كرم أبو سالم أو بناء آخر، وجدد موقف مصر التي سبق وأبلغت جميع الأطراف بأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون وفق اتفاق، وأن ترتيب الأوضاع داخل قطاع غزة بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني. من رام الله ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب. سيد أنور صباح الخير وأهلا بك معنا. رد أبو ردينة فهم أنه جاء بعد دعوات إسرائيلية لتسليم غزة لقوات دولية، هل هذا الرد هو كاف لمنع تحقيق إسرائيل ذلك؟ تحياتي لك أستاذة روناك ولمشاهدي ومتابعي قناتكم. دعينا نقول بوضوح شديد أنه نحن الآن أمام عدة أجوبة أو عدة إجابات لسؤال اليوم التالي، وتحديدا من الجانب الإسرائيلي. يعني شهدنا أكثر من خطة وأكثر من برنامج يتم طرحه دون الأهم أنه دون الالتفات أو دون التشاور أو دون مراعاة أن هناك سلطة وطنية فلسطينية وأن هناك منظمة التحرير الفلسطينية ودون حتى مراعاة لرأي الشعب الفلسطيني.
بمعنى أن كل الطروحات وكل الإجابات التي تقدمها إسرائيل حول اليوم التالي هي إجابات لتكريس واقع الاحتلال ولتكريس رؤية هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في السيطرة على قطاع غزة وإعادة صياغة العلاقة ما بين قطاع غزة ودولة الاحتلال، بما يجعل اليد الطولة لإدارة الأمور في قطاع غزة والإشراف عليها من قبل دولة الاحتلال. هذا أمر بالتأكيد أنه دون المشاورة ودون حل ودون علاج أو إجابات تقضي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة وفتح معبر رفح ويعني انسحاب كامل ووجود رؤية سياسية مستدامة أو رؤية سياسية جادة لا رجعة فيها وفق المبادرة التي طرحتها المجموعة العربية، لا أعتقد أنه أي حل يأتي من طرف الاحتلال هو مقبول أو يمكن تنفيذ، لأنه باختصار شديد هو لن يكون، هو يعني طروحات وإجابات غير واقعية وغير موضوعية أيضا. أنت تفرض حلولا وتتجاهل أصحاب المعنيين بهذا الحل، وبالتالي لا أعتقد أنه سيجد أرضية لنجاحه على الأرض، لا سيما وأن هناك رفض عربي لمضمون هذه الخطة، ناهيك عن الرفض الفلسطيني الذي هو أمر محسوم يعني وأمر لا جدال فيه. طيب نقطة أخرى، هل فعلا أنهكت حماس داخليا وأصبحت غير قادرة على التعافي كما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي؟ يعني أنا اسمحي لي أن أقول وبوضوح شديد وبصراحة بعيدا عن العواطف والعنتريات، هناك أمر واقع على الأرض، وإذا ما تتبعنا ما يجري في الميدان سنجد أن هناك وجود قدرة إسرائيلية على التحرك بحرية كاملة في قطاع غزة وتدمير وضرب واعتقالات وترحيل وتهجير، وهذا ينطبق على كل سنتيمتر في قطاع غزة. عمليات المقاومة التي تجري لا توازي ما يقوم به الاحتلال ولا تشكل عامل ضغط أو عامل خسارة لجيش الاحتلال تفرض عليه التراجع أو الانهزام. هذا ما يجري على أرض الواقع. حماس لا شك أن هناك تدمير كبير في قدراتها العسكرية، وهذا واضح من خلال تراجع قدرة حماس على القيام بالعديد من العمليات النوعية التي كانت تديرها، على سبيل المثال إطلاق الصواريخ، الهجمات الكبيرة، الهجمات التي المستمرة والمستدامة، بمعنى أنه هذا يقود إلى أن هناك تحرك صعب ومقيد، وهناك حالة فعلا من الإرباك الآن، لأنه عمليا نستطيع القول أن قدرات حماس على السيطرة وإدارة العمليات بشكل مركزي أو إدارة المعركة بشكل مركزي باتت يعني شبه معدومة. وهناك سيد أنور، ما يجري أعذرني، شكل الحل الفلسطيني الذي تشير إليه حضرتك وأيضا تشير إليه السلطة الفلسطينية، كيف يمكن أن يكون شكله؟ وهل حماس ستشارك في المرحلة المقبلة؟ أيضا هنا بصراحة شديدة، أولا حماس خاضت تجربة في الحكم على مدار 17 عاما وفشلت فشلا ذريعا في برنامجها الذي يتعلق بالحكم. يعني حماس كنظام سياسي فشلت بالمطلق في هذا الأمر، وهذا أنا أتحدث عن ما قبل 7 أكتوبر، وهناك الكثير من الشواهد، الوضع الاقتصادي، الهجرة، تقميم الأفواه وملاحقة النشطاء وإلى آخره. ما الموضوع الآخر أو الشق الآخر، وهو موضوع المقاومة وما يجري على الأرض وارتدادات 7 أكتوبر، تؤكد أن حماس أيضا فشلت في برنامجها المقاوم، لأنه حجم الدمار وحجم ما نعاني منه على أرض الواقع في قطاع غزة يؤكد فشل الرؤية التي
عملت فيها حركة حماس فيما يتعلق بموضوع المقاومة. إذن هذا فلسطينيا. أما على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي هناك رفض واضح لاستمرار حماس في السيطرة على قطاع غزة. نعم. وللأسف الآن وفي إطار الحديث عن إجابة اليوم سؤال اليوم التالي هناك رفض مطلق من قبل حكومة الاحتلال لأي دور للسلطة الوطنية الفلسطينية. ونتحدث عن نتنياهو وأتلافه اليمين المتطرف. شكرا. بينما هناك أساسا في المؤسسة الأمنية والعسكرية وقائد الجيش الذي هو أحد قيادات الليكود أيضا حزب نتنياهو لا يرفض مسألة عودة السلطة أو تمكين السلطة من العمل في شكرا جزيلا. الطرف الآخر عفوا ثواني فقط. طيب الذي يرفض بشكل مختصر جدا سيدا هي حركة حماس. نعم. للأسف وهي بذلك لا تراعي المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب. فالضفة الغربية أعلنت فصائل فلسطينية أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في مخيم نور شمس بمدينة طول كرم شمال الضفة الغربية عقب اقتحام القوات الإسرائيلية المدينة ترافقها آليات وجرافات عسكرية. وشهدت مدينة القدس اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والآلاف من اليهود المتشددين خلال احتجاج على أمر المحكمة العليا ببدء تجنيدهم للخدمة العسكرية. ويقول مراقبون إن القرار الذي صدر الأسبوع الماضي قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على غزة. ساعتنا الإخبارية مستمرة مشاهدينا، لكن لنا عودة بعد فاصل قصير. أزمة حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح، حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم.
في أكثر من 135 دولة. هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أحييكم من جديد مشاهدينا. يستمر الوضع متوترا هذا الصباح في المنطقة الحدودية من جنوب لبنان مع استمرار التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي حتى ساعة متأخرة من الليل، حيث جدد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته فجرا مستهدفا منزلا في بلدة البياضة، قضاء صور ومنزل آخر في بلدة كفر كلا، كما أغار الطيران المسير مستهدفا المحمية المناطق الواقعة في بلدتي مارون الراس وعترون بثلاثة صواريخ. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات الحربية هاجمت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان طوال الليل، بما فيها مبان عسكرية في قرية الكيلة والبنى التحتية الإرهابية في حولة والبيضاء وراب التلتين، إضافة إلى استهداف المدفعية لموقع الظاهرة في جنوب لبنان لتحييد تهديدات من حزب الله في المنطقة. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلي أن إيران تسرع شحنات الأسلحة والذخائر إلى حزب الله، موضحة أنها تمده بصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي. الصحيفة الإسرائيلية وفي تقرير عن حال الجبهة مع لبنان كتبت أن النقاش في غرف القيادة في تل أبيب يحتدم حول مصيرها، كاشفة أن ما يسمى بالتصعيد الميداني يقترب من مفترق طرق سيحوله إما إلى حرب شاملة وإما إلى تسوية توقف الحرب. وفي هذا الإطار نسبت الصحيفة الإسرائيلية إلى جنرال قوله أهمية لأي تسوية من دون عملية عسكرية برية تدمر قدرات حزب الله الهجومية التي تهدد المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود. كما نقلت يدعوت أحرنوت عن جنرال آخر وصفته بالكبير أن إسرائيل أخطأت منذ البداية بتركيز ضرباتها ضد حزب الله وليس ضد لبنان. تصدر حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة في فرنسا حاصدا نحو 34% من الأصوات وفق النتائج الرسمية. وتقدم اليمين على منافسيه من اليسار والوسط ومنهم تحالف معا الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي حل ثالثا بنيله 20% من الأصوات فقط، ما يمنحه نحو 100 مقعد برلماني فقط. إذا مشاهدين، إقبال تاريخي هو الأكبر منذ عقود بنسبة اقتربت من 65% في الجولة الأولى للانتخابات المبكرة في فرنسا، والتي اعتبرت غلطة ماكرون ونهاية الماكرونية الجديدة كما اعتبرها الرئيس السابق فرانسوا أولاند. التوقعات كانت تشير إلى تقدم أقصى اليمين، ولكن كانت أمال الرئيس ماكرون الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة معلقة على منع وصول حكومة يمينية إلى السلطة، وذلك عبر منعها من الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكن القيادي اليميني الشاب جوردان بارديلا من الانفراد بالحكومة وببرلمان موحد خلفه. نتائج الصناديق منحت أقصى اليمين 34%
في صدارة التيارات والأحزاب، وعدد مقاعد تقدر بنحو 250 إلى 280 مقعدا برلمانيا، بعد أن كان لديه فقط 88 مقعدا في البرلمان الذي حله الرئيس ماكرون. ثانيا، حل ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة بقيادة جان لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا لا تركع ونحو 28%. أما ائتلاف ماكرون الجديد فحل ثالثا، ما يعكس الاستياء الشعبي من سياسته. هذه النتائج دفعت زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان للاحتفال بين مناصريها بفوز تاريخي. أما تلميذها بارديلا فخرج بخطاب عملي يمهد الفرنسيين لأن يكون رئيس وزرائهم المقبل، ويعدهم بأن تكون حكومته للجميع رغم تأكيده على أساسيات التيار اليميني في مناهضة الهجرة وإغلاق الحدود وتجديد الأمن والتشدد في التبعية للاتحاد الأوروبي. الديمقراطية قالت كلمتها. الفرنسيون وضعوا التجمع الوطني وحلفائه في القمة ومحوا فعلياً تكتل ماكرون. بداية من الأسبوع المقبل سنبدأ في الإعداد لعملية تعافي فرنسا وإعادة وحدتها الوطنية، وأريد منكم الاستعداد للدور الثاني والذهاب للتصويت لجوردان بارديلا لأنه في حاجة إلى أغلبية مطلقة حتى يسمى في غضون أيام رئيساً للوزراء من قبل ماكرون. مقابل بارديلا خرج ميلانشون بمظهر رئيس الحكومة المقبل كذلك، وطالب بالتوحد في مواجهة اليمين في الجولة الثانية، كما تعهد بسحب بعض من مرشحيه في الدوائر التي حلوا فيها ثالثا من أجل إعطاء الفرصة أمام تيار ماكرون للتقدم. حذر ميلانشون وغيرهم من قادة اليسار والوسط بينهم الرئيس السابق أولاند، حذروا من وصول أقصى اليمين للسلطة، وأكدوا أنه ما من بديل أمام الفرنسيين سوى التوحد خلال الجولة الثانية التي تجرى في 7 يوليو. هذا التنافس أظهر أن المواجهة ستكون محصورة بين هذين الزعيمين. أما الوسط وتيار الرئيس ماكرون فأصبح خارج المعادلة وفق ما يشير المحللون، وكذلك رئيس وزرائه جابرييل أتال الذي كان آخر السياسيين في الظهور بعد انتهاء التصويت، في حين اكتفى ماكرون ببيان مكتوب فقط شدد فيه على أهمية التوحد. وبينما كان يسعى لحشد دعم الجبهة الجديدة، بات ائتلافه هو المطالب بتقديم الدعم في سبيل وقف زحف اليمين. ولكن كل شيء من الممكن أن يتغير، وتوزيع المقاعد البرلمانية قد ينقلب رأسا على عقب أو قد يكرس تقدم اليمين بانتظار 7 يوليو. التهديد كبير والخطر قريب جدا، وفرنسا أغلى من أن نتخلى عنها في تجاذبات انتخابية عقيمة. أمامنا يقف أقصى اليسار الذي يريد إفراغ السجون ليضع شركاءنا في الوطن في خطر، أقصى اليسار الذي يريد نزع سلاح الشرطة، أقصى اليسار حاقد ومفترس يستعد للتصديق على 100 مليار يورو كضرائب إضافية على الفرنسيين وخاصة الطبقات الوسطى. هذا البرنامج ليس فقط برنامج فرنسا الأبية وحده، وإنما برنامج تحالف يجب محاربته وهزيمته. أقصى اليسار بدأ يجري مساومات مع التيارات الإسلاموية والمعادية للسامية التي تريد نزع سلاح شرطتنا وفتح حدودنا لكل موجات الهجرة. تهديدات أقصى اليسار هي اليوم حقيقية أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن مساومات مخجلة بدأت ترتسم. المرحلة خطيرة اليوم لأن فرنسا والديمقراطية ومؤسساتنا يمكن أن تكون في خطر غدا في حال تمكن أقصى اليسار من احتكار السلطة عبر تحالف غير طبيعي. أكثر من أي وقت مضى على الشعب الفرنسي وأولئك الذين يشاطرون أفكار اليمين تحمل مسؤولياتهم. هذا المساء لم يعد ممكنا رفض الاختيار بين ائتلافنا المسؤول الوطني الجمهوري وبين الخطر المرعب الذي يمثله أقصى اليسار.
كانت هذه التصريحات لرئيس حزب الجمهوريين من أقصى اليمين الفرنسي إيريك سيوتي. والآن من بروكسل معنا مراسل حدث نور الدين الفريدي. نور الدين صباح الخير، أهلا بك معنا. كيف تتابع بروكسل نتائج الانتخابات الفرنسية وفوز أقصى اليمين، خاصة وأن فرنسا هي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي؟ صباح الخير. طبعا باهتمام يعني شديد وكبير في الأيام الماضية وفي الأيام المقبلة، لأنه في انتظار نتائج الدورة الثانية من انتخابات فرنسا العامة. هناك يعني هذا الصباح أو من البارحة بعض الملاحظات الأولية الثابتة أن الرئيس ماكرون قد خسر رهانه في انتخابات البرلمان الأوروبي في 9 من شهر يونيو، والبارحة قد تأكدت خسارته مرة أخرى على الصعيد المحلي، وبالتالي هو الرئيس طبعا بما تمتلك فرنسا من ثقل سياسي حول الطاولة الأوروبية، لكنه يبدو في نظري الأوروبيين قد فقد المصداقية، إن لم نقل فقد الرهان تماما فرنسيا وربما أيضا أوروبيا، لأن على افتراض أن جان بارديلا زعيم التجمع الوطني أو اليمين المتطرف فاز بالأغلبية في فرنسا وشكل حكومته، فإن حضوره سيكون عنصر تعطيل حول الطاولة الأوروبية، وسيكون رافض كبير جدا وحليف كبير جدا للمشككين في مسار الاندماج الأوروبي مثل السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا أو رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. لكن إذا لم يفز جوردان بارديلا بالأغلبية المطلقة ولم يتمكن من تشكيل الحكومة، فإن فرنسا ستدخل مرحلة من عدم الاستقرار السياسي، وهذا ينعكس تماما على وبشكل آلي على عمل الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون هناك فرنسا بحضورها ولكن ستكون غائبة، وأن القرارات ستكون ربما معطلة فترة من الزمن، فالرئيس الفرنسي سيكون في وضع أضعف أمام شركائه الأوروبيين خاصة من اليمين واليمين المحافظ الممثل جدا حول الطاولة الأوروبية في تحديات يعني كبيرة لا تنتظر، يعني حرب أوكرانيا، الانتخابات الأمريكية، حرب غزة، الوضع الجديد في البرلمان الأوروبي. وبالتالي نعم فرنسا ليست في وضع ربما لا تحسد عليه الصباح اليومي أوروبيا. طيب نور، كيف سيتم التعامل مع باريس في حال وصول حكومة يمينية متطرفة وحديثها عن تقليص الموازنة، المشاركة في الناتو؟ بالنسبة لي مشاركة فرنسا في موازنة الاتحاد الأوروبي هاته، إذا فعلا طرح رئيس الحكومة اليمين المتطرف طرح هذه المسألة، فإنها ستكون عنصر تعطيل كبير جدا، وسيكون مشكلة كبيرة وعائق كبير في تقدم أي نقاش بالنسبة لي الاتحاد الأوروبي ككل، خاصة وأنه مقبل على مئات المليارات من الاستثمارات المطلوبة، سواء كان بالنسبة للاقتصاد لمواجهة الصين أو الولايات المتحدة كتنافسية في عهد الرقمنة، أو بالنسبة لتمويل حرب أوكرانيا. اليمين المتطرف الفرنسي يكون أمام اختبار أيضا شديد في هذه المرحلة، وبالتالي نعم. لكن في السابق حدث أن بريطانيا طالبت بأن تستعيد جزءا من مساهماتها في الموازنة وحصلت على موافقة، وبالتالي فرنسا تحصل على لديها الحق مثل الدول الأخرى في حق الفيتو، وربما قد يعني إذا فعلا لوت الذراع مع الأوروبيين نعم قد يضطر الأوروبيون للاستجابة إليها في آخر المطاف. تفضلي. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفصيلات. حدثنا من بروكسل مراسل حدث نور الدين الفريدي. وأيضا من باريس ينضم إلينا المحلل السياسي طارق وهبي. سيد طارق صباح الخير وأهلا بك معنا. هل يمكن القول أنه انتهى عصر الماكرونية؟ صباح الخير يا سيدتي وشكرا للاستضافة. يعني الرئيس ماكرون أكمل بانتحاره السياسي. نعم يا سيدتي، انتحار سياسي. هو أراد حقيقة أن ينقذ نفسه ويقول أنقذوني في هذه الانتخابات، فجاءه الرد بصفعة كبيرة
أوصلت أننا وصلنا إلى أن يحكم البلاد حزب متطرف، أكثر من متطرف، عنصري إلى أقصى حد، وخصوصا بطروحاته الداخلية التي أصبحت معروفة من الجميع، والتي تصنف ما بين الفرنسيين الفرنسي الأبيض والفرنسي غير الأبيض، والفرنسي الجيد والفرنسي المسلم والفرنسي المسيحي والفرنسي اليهودي. فعلا يا سيدتي، الرئيس ماكرون إذا أردنا أن نعطيه يعني نوع من أو صفة حقيقية، هو الذي أعطى السكين لينحر بالفرنسيين، وبالتحديد بوصول هذا الحزب العنصري إلى الحكم. طيب، هل كان أمام الرئيس ماكرون أي خيار آخر بدلا من أن يبقى مكبلا في البرلمان سيد طارق؟ معظم المعلقين السياسيين قالوا صحيح أن ما حصل في الانتخابات الأوروبية هو تصويت ديمقراطي يعطي أن الحزب، حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف، استطاع أن يستحصل على 33% من أصوات الفرنسيين، رغم أن كان هناك نسبة عزوف أيضا ليست بالسهلة، يعني ليست قليلة، هي تخطت 46% من العزوف، ولكن كان يستطيع أن يؤجل ذلك إلى مرحلة ما لاحقة، وأن يعاود ما نسميه إنشاء ما يسمى الائتلاف الحزبي بينه وبين أحزاب أخرى، إما من اليمين الوسط أو اليسار الوسط بمعنى الخضر أو الحزب الاشتراكي الفرنسي، وكان يستطيع أن يستحصل على أكثر من 289 صوتا، ويشكل ما نسميه لأول مرة في فرنسا هذا الائتلاف الحزبي الذي نطمح إليه جميعا، بمعنى أن يكون هناك عدد من الأحزاب يكون الائتلاف، وأن يغير ببرنامجه السياسي، لأن الفرنسيين يحاسبون على برنامجه السياسي ليس على الحضور الشخصي للرئيس. لكن البرنامج السياسي لأقصى اليمين، هل هو كما يبدو أرضى الشارع الفرنسي سيد طارق، ولذلك اكتسحوا نتائج الانتخابات؟ للأسف يا سيدتي، الفترة القصيرة لهذه الانتخابات لم تعطي للناس الذهاب إلى موضوع أو البحث داخل ما نسميه برامج الانتخابية. هذه الانتخابات هي صفعة كبيرة للجميع، ولذلك عدم التحضير لها أفضى أن الناس ذهبت بنفس ما نسميه التوجه الذي كان موجودا في الانتخابات الأوروبية، أي إعطاء للسيدة مارين لوبان وللسيد جوردن بارديلا الثقة أنهم يستطيعوا أن يحكموا هذه البلاد. زد على ذلك أن الأزمة هي أيضا حصيلة ما نسميها السياسات السابقة لليمين التقليدي واليسار التقليدي. ما أوصلنا إلى هذا هو فشل الآخرين، ولا أعتقد أن السيدة مارين لوبان ستنجح في هذا الموضوع، لأنه أخذ الموضوع وكأن المشروع اليمين المتطرف هو مشروع إنقاذي في فرنسا، يعني هذه يعني نكتة، لأنه حتى اللحظة هذا المشروع هو مشروع أولا يزيد على الدولة أعباء من الديون تقريبا بحوالي 100 إلى 120 مليار يورو سنويا. بما أنه ذكرت حضرتك سيد طارق أن نتائج الانتخابات هذه وفوز أقصى اليمين هي صفعة كبيرة للشارع الفرنسي، ماذا نتوقع في الجولة الثانية من الانتخابات بعد أسبوع من الآن؟ تغيرا في مشهد نتائج الانتخابات مثلا؟ تقنيا يا سيدتي، الأحد المقبل سيكون هناك 305 ثلاثيات، أي تنافس في 305 دائرة انتخابية، وسيكون هناك 3 مرشحين. وفق المعايير السياسية التي سمعناها البارحة من الخطابات السياسية، سيكون معظم الأحزاب الجمهورية إن كان من الوسط ومن اليسار، سيكون هناك انسحاب للمرشح الجمهوري وليس للمرشح اليمين المتطرف. لكن المشكلة يا سيدتي، لا يزال هناك نفور سياسي ما بين أقصى اليسار الذي يمثله السيد ميلانشون، وأيضا نفور سياسي ما يمثله السيد إيمانويل ماكرون في حزب النهضة. لذلك هناك أيضا مشاكل داخلية يجب تخطيها، ولكن حتى اللحظة أنا أرى، هل بالإمكان ذلك سيد طارق لكي تكون النتائج المقبلة مغايرة لما ظهرت يوم أمس؟ رغم أنني دائما متفائل، لكنني متشائم لهذا الموضوع، لأنني أرى أن القوى الانتخابية الآن هي بمرحلة ما
يعني ذاهبة نحو اليمين المتطرف، وقد يستحصل اليمين المتطرف على 289 صوتا عفوا مقعدا، وهذا كافي لكي يحكم البلاد لمدة 3 سنوات، لأن هذه ما نسميه الأغلبية المطلقة. المهم بالموضوع يا سيدتي أن سنعود لما نسمينه الائتلاف الحزبي، بمعنى إذا لم يستطع السيد بارديلا الوصول إلى 289 ففي المقابل الفريق الآخر يستطيع أن يشكل ولأول مرة ما نسميه هذا الائتلاف الحزبي الملون الأخضر الأحمر والبرتقالي والأزرق الفاتح، يعني هذه ألوان الأحزاب التي تستطيع أن تحكم البلاد بإطار سياسة جديدة ومشروع جديد. طيب. للأسف أنا غير واثق للحظة الآن، وأنا أستمع منذ البارحة، يعني لم ننم البارحة لأنه الموضوع خلخل ليس فقط الداخل الفرنسي، ولكن أنت تتكلمي عن لكن سيد طارق الداخل الفرنسي هو من صعد أقصى اليمين للفوز بالانتخابات، كيف هذا القلق في الشارع الفرنسي وهو من دفع بأقصى اليمين للفوز بالنتائج؟ يا سيدتي أنا أعيش منذ 40 عاما في فرنسا ولا أستطيع أن أتخيل أن 40% من الشعب الفرنسي هو عنصري وهو لا يريد نحن كفرنسيين الذين نشارك بكل إنتاجية هذه الدولة أن ينقصون ويقولون اجلسوا بعيدا ودعونا نقوم بالبلاد، يعني هذه مشكلة كبرى لها علاقة بما نسميه مبدأ فرنسا، يعني العدالة الحرية الأخوة، يعني لا يمكن. طيب. لذلك سيدتي ما الذي سيجنيه المواطن الفرنسي والذي سيخسره في حال فوز أقصى اليمين بالمرحلة الثانية من الانتخابات، سواء كان مواطن أصلي فرنسي أم من المهاجرين أو حتى مزدوجي الجنسية؟ عندما قال الرئيس ماكرون أن ستقوم هناك حرب مدنية أو غير سيفيل، يعني مشكلة كبرى، هذا المصطلح الذي استعمله الرئيس ماكرون هو مصطلح حقيقي بدأ البارحة في ساحة الجمهورية. يا سيدتي هناك تيارات يسارية جد، يعني أقصى اليسار ومتطرفة تسعى أن تخرب البلاد، وأن الخوف من القادم هو العصيان المدني، يعني حتى اللحظة هناك نقابيين داخل مؤسسات الدولة إما في قطاع التربية وقطاع الصحة وحتى في قطاع الوزارات عامة يقولون أننا لن ننفذ قرارات سيأتي بها هذا الحزب. إذن أنت يا سيدتي أمام التحضير لنوع من يعني للأسف أيضا أريد أن أقول لك أن هناك أيضا من يقول لك شو المشكلة، انظروا ما حدث بإيطاليا واستطاعت جورجيا ميلوني أن تذهب وتحكم البلاد، انظروا ما حصل في سيد طارق المجر. عذرني لكن فيما تبقى لي من الوقت دقيقة تقريبا، ما الحل الآن برأيك؟ واضح الحل، إذا أردنا أن لا يصل اليمين المتطرف إلى الحكم على الجميع أن يقصي هؤلاء المرشحين في الدورة الثانية وخصوصا في الثلاثيات، أن يقصيهم من لكي لا يصلوا، أن يتحدوا وأن ينسوا الأنا الموجود داخل هذه الأحزاب ويقولوا أن الهدف الوحيد هو إيقاف وصول اليمين المتطرف، وبعد ذلك نستطيع أن نطلب من الرئيس ماكرون أن يتنحى قليلا بالمفهوم السياسة الاقتصادية التي يريد أنفذها، وأن يكون هناك اجتماع لإنشاء مشروع حقيقي يشمل الجميع. نعم سيد طارق. ولا يعني يقصي أحدا بالتحديد إلا الأحزاب المتطرفة وبالتحديد اليمين المتطرف وحتى اليسار الراديكالي الذي لديه طروحات يعني تثير عدد كبير من الفرنسيين جزيلا. بين قوسين البيض في فرنسا. شكرا جزيلا لهذا الطرح والتحليل من باريس المحلل السياسي طارق وهبي. رفع الجيش الأمريكي مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا إلى المستوى تشارلي، وهو ثاني أعلى مستوى بحسب ما كشف مسؤولون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم. تطبيق مستوى تشارلي يحدث عند تلقي معلومات استخباراتية تنبئ بحدوث عمل إرهابي
أو استهداف ضد أفراد أو منشآت. هذا ولم تؤكد قيادة القوات الأمريكية في أوروبا حصول أي عمل إرهابي في أوروبا، لكنها شددت على مواطنيها إلى التيقظ والحذر. أما البنتاغون أوضح أنه بسبب مجموعة عوامل قد تؤثر على سلامة وأمن العسكريين الأمريكيين وعائلاتهم في أوروبا، ضاعفت القيادة الأمريكية جهودها لأخذ الحيطة والحذر في فصل الصيف. ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في ألمانيا، حيث يقع مقر قيادة القوات الأمريكية في أوروبا وأيضا في الدول الأوروبية الأخرى، بتوخي مزيد من الحذر بسبب خطر وقوع أعمال إرهابية. كما رفعت فرنسا حالة تأهب استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المرتقبة في باريس. دمر الجيش الأمريكي 3 زوارق مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر خلال الساعات 24 الماضية. القيادة المركزية الأمريكية أوضحت في منشور على منصة أكس أن قواتها اشتبكت مع الزوارق في إطار الدفاع عن النفس بعد تشكيلها تهديدا وشيكا على سفن قوات التحالف والسفن التجارية. تتواصل في سلطنة عمان جولة مشاورات جديدة حول الأسرى والمحتجزين بين الحكومة اليمينية والحوثيين برعاية أممية ومشاركة الصليب الأحمر الدولي. وتبحث جولة المفاوضات الحالية ما تبقى من ملف الأسرى، وهي الجولة 9 لهذا الملف الإنساني بعد تعثر عقدها لأكثر من مرة وسط تبادل الاتهامات بين وفدي الحكومة والحوثيين بشأن الترتيبات وقوائم أسماء المحتجزين. وتقول مصادر رسمية إن الحكومة اليمينية تشترط الكشف عن مصير القيادي الإصلاحي محمد قحطان المخفي قسريا في سجون الحوثيين منذ 9 أعوام والسماح لأسرته بالتواصل معه. وكشف رئيس الوفد الحكومي في وقت سابق عن توجيهات عليا بعدم عقد أي صفقة تبادل ما لم تشمل الإفراج عن قحطان وقبل العودة إلى الرئاسة. هذا ودعت رابطة أمهات المختطفين الأطراف اليمينية المتفاوضة في عمان إلى العمل على الإفراج الكامل عن كافة المختطفين والمعتقلين منذ سنوات. وأشار بيان صادر عن الرابطة إلى أن هذه المفاوضات تشكل بادرة أمل للتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية. ختاما مشاهدينا، إلى اللقاء.